ساقية، يمكن الموسم ده كان صعب عليه، كان في اصابات وامور يعني، عشان ترجع حتى المستواك اللي احنا شفناه ده كان الموضوع صعب. يعني انا من السنه اللي فاتت اول ما خلصنا السيزون كنت لازم اعمل عمليه تانية. انا كنت اوريدي عملت عمليه، وبعد السيزون كان لازم اعمل واحده تانية. قعدت بعديها فتره تانية بقى تاهيل وتمرين وكده، ونزلت. كان اول ما نزلت كانت الماتشات اوريدي بدات، فعقبال بقى ما ابتديت ان انا ارجع اتمرن تاني واتمرن مع الفرقه وكده، واخد لعب جماعي مع الفرقه، طبعا اخد وقت كتير، بس الحمد لله في الاخر يعني ابتديت اقدر ان انا ارجع شويه لمستواي يعني الحمد لله. وشفنا ده في سيمي فاينل والفاينل، وفي يعني وثقت حتى البصيرات فيكي، يعني لما بيجي وقت الجد بنلاقي بيدوروا عليكي. الحمد يعني لله يعني والله، دي حقيقة، ما تزعلش حد. الموضوع بيبقى متوتر جدا، بس الحمد لله يعني ان هي بتيجي في صالح الاحوال.